أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، الأجواء باردة تبقى في المنطقة الشمالية والشرقية، بينما تكون دافئة في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية من المملكة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم: طقس صافي 20 درجة مئوية، ملموسة 19، رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، سكاكا 18 إلى 6، عرعر 17 إلى 5، وتبوك 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 25 إلى 17، جدة طقس غائم جزئي 31 إلى 23، مكة المكرمة 32 إلى 21، والطائف 24 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 16 إلى 13، أبها 20 إلى 14، وجازان 29 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالإحساء، أتربة مثارة ورياح نشطة 22 إلى 11، حفر الباطن 19 إلى 7، والدمام 21 إلى 12 درجة مئوية مع طقس صافي. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 22 إلى 11، بريدة 20 إلى 8، وحائل 16 إلى 4 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.